نعم معك يعني مبتيك معك انا اسمعك الغالي. اي اقول وينكم مع البث يا محمد؟ لبيه والله انا من ظهر اليوم طال عمرك ومستمتعين وطابخين وبعدها فقره بساتين مع عقب العصر. اوراق الجمال اوراق الجمال. ولا الصلوات وينكم عنها؟ لبيه الصلوات وينكم عنها؟ الصلوات مصلين مصلين يعني مصلين غرب مصلين العشاء وبعدها مسكت انا فقره الغربي. عبد الله جاي بلد هذا يصلي 4-5. طيب حاجه لا مصلي هذا العموم. انا مكلم اليوم عشان فيه قرار راح اتخذه في واحد من زملائكم، وانا اقول لكم دائما ترى مو بشرط ان ترك يكون في القريه، صوتنا مسموع سواء باتصال او برساله او اكلم فريق الاعداد يحطونه على الكاشه ما عندي مشكله، واستبعدنا ناس في اتصال واستبعدنا ناس في رساله ولا عندنا مشكله. لكن انا قلت لكم وكررت اكثر من مره، يعني يا اخي لازم انك تكون حاسب خطواتك، لابد انك تعرف انك انت في برنامج وفرصه عظيمه. اما مساله انكم تجون تتسحبون او زميلكم هذا اللي للاسف ما وفق في الحركه اللي هو سواها، وين نايف يا ثامر؟ طالب بي اعطيني صوت نايف يا شباب. سم يا ابو سلطان سم نايف لبيه. وش الحركه اللي سويتها مع ال سم وليد هاني ابو سلطان؟ اي وش الحركه اللي سويتها مع وليد ابو سلطان؟ هذه كانت مزحه بيني انا ووليد، وان كانت اخذتها بمحمل الجد فانا ابنكم واخطات يا ابو سلطان، ولكن كانت مزحه واعتذرت من الرجال في البث وتحت البث، والرجال ما في خاطره شيء. في الحركة اللي انت سويتها هذه تعرف قرارها وش هو؟ تمد يدك على موظف من موظفين القناة، انت صاحي انت؟ والله يا ابو سلطان انها كانت مزحة وحركة يعني جت بلا وعي. يعني هذا انت مدحك بالطريقة ذي؟ سام يعني انت هذا مدحك؟ والله ما اسمعك يا ابو سلطان. يا اخي وضحوا لك الصوت يا شباب خليه يسمع. اقول انت هذا مدحك تمسك الناس بجيبها صحيح انت؟ والله يا ابو سلطان انها كانت مزحه واعتذرت من الرجال على البث واعتذرت منه تحت البث ما في خاطره شيء، ولكن اذا اخذته في محمل الجد فانا ابنكم واخطات يا ابو سلطان، كلنا خطائين وخير الخطائين توبون يا ابو سلطان. على العموم انا احذركم من هالاخطاء اللي بتخليكم خارج البرنامج. هذه الاخطاء دائما انا اقول دائما الموظف عندنا خط احمر لا تمد يدك عليه. ابشر. وسبق ان اصدرنا عقوبات في اشخاص عشان موظفين. هذا رجل جاي بعقد ولها احترامه وتقديره وحنا كافلين لها الاحترام والتقدير، ولا راح نرضى ان اي شخص يتجاوز عليه مهما كان الامر لا نايف ولا غير نايف. على خشمي يا ابو سلطان. طيب عقوبه نايف ثامر يا شباب، المشكله يا نايف الشخص اللي انت اعتديت عليه هو اكثر واحد يكلمني مزعجني يتوسط لك للاسف، وانت ما تديدك عليه. نايف ثامر يا شباب رحلوه للبرايم. ها سمعتوا يا نايف؟ ايوه وصل تسمع يا نايف؟ ابو سلطان انا معتذر من الرجال يا ابو سلطان، معتذر منه فوق البث وتحت البث. الرجال ما في خاطره شيء يا ابو سلطان. انت المفروض الله يرحم والديك، انا اتعب واجمع نقاط. نايف نصيحة لوجه الله لا تخلي مسكك الباب، ترى انت عقوبتك استبعاد، انت مو بترحيل براي. ابو سلطان طيب خلني ابغى ابرر لك ابغى اوضح لك. طيب تكفى وش تبرر؟ الرجال ما في خاطره شيء ومعتذر فيه في البث تحت البث. تكفى يا ابو سلطان تجي تمسك جيبه وتقول اعتذرت له؟ اسمع قراره ما براي. انت المفروض عقوبتك انها استبعاد ما هي بترحيل براي، وخلها تتكرر منك يا نايف مره ثانيه خلي هالحركات والتصرفات او من غيرك. وانا متابع البث الحين وبشوف اشوف الريالتي اللي انتم بتقدمونها وش اللي انتم تقدمونه. يلا مع السلامه. We'll be right back.
لا يقول برسالة. برسالة بعد. يجيك من حيث لا تعلم. مثل قوي جدا. يا وش ايش سويت انت؟ والله مطرود برسالة. لا. ايه والله مطرود باتصال. ولا ايه. خلي اتصال يا لا ايه. سمعت صوت. ولا بس برسالة نصية. محول حمود حوالي ولا تناقشه ولا تناقشه ولا تناقشه الو استبعاد تيت 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 لا تكلم هوا ابكي على ما جرالي يا اهلي كلها منك انت مطوع كلها منك مطوع ليه انت راعي السبب انت راعي المصايب انا سحبت ايده انت اللي سويتها انت اللي